هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المراقبين والمواطنين تمديد مفاوضات السلام لشهرين على خلفية إعلان جوبا وانعكاسات الخطوة على تأخر تحقيق السلام. أو تمديد فترة السلام إلى شهرين، رفع المفاوضات إلى شهرين، قد تكون لمنح الحركات لإعادة ترتيب الداخل والاستعداد لمفاوضات جديدة تنتهي بسلام شامل في السودان. لكن أيضا هذه الخطوة تنعكس أيضا على مسار الحكومة الانتقالية، وأيضا قد تعطل أو تؤخر من تحقيق أمل الشعب السوداني التي خرج من أجلها بتحقيق العدالة والحرية والسلام خاصة في الولايات، لأن الولايات هي ما زالت تحت يعني تقع في حكومها، ما زال النظام البائد هو متواجد فيها، لأنه هذا ربما يعطل من تشكيل حكام الولايات. الآن الإشكالية الكبيرة في إنه التأجيل ده محسوب على الشعب السوداني. الشعب السوداني مأساته ورفع المأساة الاقتصادية والمعيشية مربوطة بتحقيق السلام، وواضح إنه الحركات هي حسب ألم الشعب، ولا القوى السياسية حسب ألم الشعب. فالقوى السياسية الآن وممثلة في الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في صراع كبير جدا بيناتهم. التمديد ارتبط بالمطالب، وهنالك موقف برفض قيادات قوى الحرية والتغيير في التمثيل. هذه المطالب جميعها اصطدمت بعملية السلام. لو تحدثنا عن المطالب، هي رفض مكونات قوى إعلان الحرية في المشاركة في هذه المفاوضات. هنالك دور الوساطة ضعيف جدا الذي يتمثل في رئاسة توت بولواك. هذه الوساطة لم تستطيع أن تسيطر على الأطراف. طيبة لحياة طيبة.